هناك أنباء عنية حزب الله ضم القصير له وإعلانها ضمن دولة الحزب، ما رأيك؟ إن حزب الله منظمة إرهابية ومصنفة عالميا بأنه حزب إرهابي. متى كانوا الإرهابيين يضمون دول، يصنعون دول ويضمون أراضي على غرار تنظيم الدولة أو داعش بما يسمى؟ حينما احتلت مناطق واسعة استنفرت العالم كله والكرة الأرضية من أجل تحريرها من هذه العصابة. فإذا كان هذا الكلام صحيح، فنحن ندعو من حرر الأراضي من تنظيم داعش أن يحرر هذه الأراضي من تنظيم حزب الله الإرهابي. كونه إرهابي والدليل على إرهابه القتل الممنهج الذي قام فيه في سوريا. هو الطفل المدلل لإيران، هذا مشروع إيراني بحت، يعني هو عبارة عن توسيع نفوذ لإيران، يعني هو بالنهاية هالدولة اللي بده يأسسها حزب الله بده شو؟ دعم إيراني لإيران، أرض صارت لهون. يعني حزب الله بالبداية دخل على أساس بذريعة حماية المقدسات، طبعا هو من البداية دخل لمخطط إنشاء دولة. وإذا كان بالفعل هذا الحكي صحيح، طبعا كمعارضة لو نحن طايلين المنطقة هناك، يعني هذا الأمر بالأحلام، ما نسمح بهذا الكلام ولو على حياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهني عدوينا، هني اللي فرضوا حالهم أعداء لنا، ونحن قبلانين هالعداوة، وإن شاء الله ما بيحققوا ولا واحد بالألف من أحلامهم. ما هي منطقة من سوريا، يعني هذا اسمه شو اسمه؟ هذا اسمه احتلال. هذا نحن بإذن الله نحن بالريف خمس الشمالي، ماشي، إذا بده يقوم بهذا العمل سوف نقوم بالرد عليه وسوف نأخذها بقوة بإذن الله.